انا عايز اعرف منك بقى احساسك ايه وانت بتقود مع الفنان المصري العالمي رمزي يسا. دي اول حفلة الاول سوا مع بعض ولا لا كان في لا اعمال تانية؟ يمكن عملنا مع بعض 4 أو 5 حفلات قبل كده على مدى يمكن ال10 سنين اللي فاتوا. الحقيقة أنا مع يعني رمزي ليا قصة معينة لازم أقولها الحقيقة. حقيقة أنا عارف الموضوع ده بس دايما بحب أسمعه لما يتحكي تاني، فممكن تقوله لنا تاني. أنا اتربيت في بيت من عائلتي من محبي الموسيقى الكلاسيكية جدا، مفيش حد امتهن الموسيقى مهنيا لكن كانوا من محبي الموسيقى الكلاسيكية. وكان طول فترة طفولتي في حاجة أساسية جدا، ذاكر، أنا بيانيست قبل ما أبقى قائد، ذاكر بيانو كويس عشان تبقى زي رمزي رمزي ياسر. يس. يعني دي كانت التيمة الأساسية في طفولتي. ولما أتيحت لي الفرصة إن أنا أقود رمزي في كذا حفلة، فكل مرة للأوركسترا بقول لهم الموضوع ده. على فكرة أنا يشرفني جدا إن أنا أصاحب رمزي، لأن أنا اتربيت على إنه ذاكر كويس عشان تبقى زي رمزي ياسر. رمزي يس. فطبعا في كل مرة بنشارك مع بعض في أي حفلة بتبقى بالنسبة لي حاجة مهمة جدا ورمزية جدا. رمزية جدا. طب احنا اتكلمنا بقى عن رمزي ياسر، انت ايه رأيك فيه كعازف للبيانو؟ بان انت بدأت في الأول بيانست. أنا بحضر حفلات لرمزي ياسر من وأنا عندي 6 سنين. 6 سنين. أنا أصلا اسكندراني يعني، أنا بس في 92 رحت القاهرة من بعد ما الأوبرا فتحت لأني اشتغلت هناك. لكن رمزي كان بيجي اسكندرية كتير قوي، وكان بيعمل حفلات في مسرح سيد درويش، لكن كمان كان بيعمل حفلات خيرية كتير جدا في مراكز ثقافية، في كنايس، في تجمعات عائلية لغرض يعني مثلا مؤسسة لغرض خيري. فكنت ما بفوتش حفلة، ولا أنا ولا عيلتي الحقيقة كمان العيلة من المحبين جدا. والجمهور الكلاسيكي في اسكندرية، جمهور الموسيقى الكلاسيكية في اسكندرية الحقيقة كان طول عمره جمهور يعني وافي جدا للموسيقى، وكان اسم رمزي محبوب جدا. طبعا كنا كل حفلة بيجي بنبقى يعني مندهشين من المستوى ومن ستايل العزف ومن التكنيك ومن التحضير ومن الثقافة. الموسيقى الكلاسيكية بتطلع قوي في ثقافة الشخص نفسه في العزف أو الغناء أو بشكل عام. بشكل عام. فطبعا مفيش حفلة ما حضرتها ما كانش رمزي الحقيقة مستواه يعني بنتعلم منه. هايل طبعا. طب أنا عايز بقى نير ناجي ارجع بالبدايات، يعني في الاول انا عارف ان انت بدات تدرس وانت عندك 5 سنين. 6 سنين تقريبا. 6 سنين اولى ابتدائي. صح كده؟ ايوه صح. ايه اللي خلاك تحب المزيكا؟ يعني كمان انا عارف ان في اسكندريه الكونسرفتوار مش زي القاهره. لا، الكونسرفتوار كان غير نظامي، غير كنت في نظامي. المدرسه عادي، كنت في كليه سان مارك، في مدرسه سان مارك هنا في الشاطبي، وكنت في الكونسرفتوار. اللي حببني في المزيكا يعني، انا طبعا ده قبل الوعي، فانا بيتهيألي ان عيلتي شافت، اولا عيلتي غير انهم محبين جدا الموسيقى، فعلى طول كان في مزيكا كلاسيك في البيت. بابا وماما وعائلتي من الناحيتين كانوا بيغنوا في كورالات الكنايس على طول. كورال المدرسه عندنا، مدرسه سان مارك، كان فيها كورال وما زال يعني فيها كورال جميل جدا، بيشاركوا في كل حفلات الكريسماس وكل الوقت ده. ف يعني انت بتتربى جوه المزيكا فبتطلع بتحب المزيكا.